هاشتاج جو بايدن، على ما يبدو عزيز المشاهد أنه بات من المألوف عند مشاهدة هذا الاسم متصدرا حديث المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة. نعلم أن الأمر سوف يكون متعلق بالهفوات أو حتى بالأشياء الغريبة والتصريحات المثيرة التي تصدر من قبل الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فما جديد تلك الهفوات؟ دعونا نرى. Thank you, Nikki Bennett. Do you remember when I'm kicking her? I'm kicking us to stand in. It's not working. What about that? All right. Maybe I stand on her. I'll be 6'4". هذه اللقطات كانت خلال خطاب ألقاه أمس الخميس في ساوث كارولاينا، ولا يعلم أي أحد حتى الآن لماذا كان يركل بايدن هذه المنصة، ولكن لن نقف عند هذا كثيرا. فمواقف بايدن متعددة وغريبة أيضا، ولن نتمكن أيضا من ذكر كل تفاصيلها. فالرئيس الأمريكي منذ توليه المهام في يناير 2021 وهو يفعل مثل تلك الأمور.